ده وزيد نقول لكم اخوتي وجاي العيد نديروا حمله ذات منفعه عامه، لموا الهيدرات كاع في الجزائر، الهيدرات الجود ونديوهم للمغرب، المغرب ياكلوا الجود، الجلود الطاجين جلود، اللوبيا بالجلود، لموا لنا كاع الهيدرات باش نباتوها من المغرب، حمله ذات منفعه عامه. سيري يا شبيبه الهيدرات ندوهم للمغرب. هيا كاع اللي لقاه اللي الحاضر يعلم الغايب، اللي تلقاه ولد حومتك ولا قول اسمع الهيدرات نباتوها من المغرب ابدا تلمد فري يا ولد ضرب هيدوره فري في هيدوره بالعدس بالطبع صدقني غير حاجه فور ياكلوها ما يتباع 70 درهم الجلد او يتباع 70 انا نعطيكم باطل باطل كل جلوده يا حمار كل جلوده يا البغل حبوا هكذا فهمتوا شبيبه ما... السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تحياتي لكم جميعا جواد الكرعولي هذا كرعولي هذا سمعتوا شنو قال لك جلوج جلوج تاكلوا الجلود قال لي ماشي انا اللي غادي نجاوب غادي يجاوب واحد الكرعولي اخر واخا داك الكرعولي راه مع ضد النظام الجزائري وتيدير لي فيديو على المغرب بحال هذا الكرعولي حتى هو اصلا هو واش غادي يلقى الحولي اللي يذبح ليه عاد صيفط الجلود اما ما كاينش انت ها الحولي كاين يعني نقولوا اصلا الحولي كاين باش غتغسلو باش غتغسلو تغسلو بالكاز كرهوني هادشي باش كيقتلوني انا حاط شرويطه زعما راه كيستفز فينا دابا حاط شرويطه يقول لك جلود هذا اللي غادي يسمعوا دابا حتى هو راه كرهولي راه مزيان حنا نشوفوهم بيناتهم هادي كرهولي جاوب كرهولي شوف سمع شنو قال الكرولي هذا تا هو راه ضد النظام الجزائري ومره مره تيهضر على المغرب وبزاف عليه المغرب المهم حنا ما تيهمناش شكون هو تيهمنا داكشي اللي قال لان شفت انا هذه الجريده هذه وهو تكلم عليها اسمع شنو هذا دابا اللي قال لك جلود نصيفطو راه ما لقاهوش راه الجلود ما كاينينش سمع شنو سمع وقوفا على تعليمات رئيس الجمهورية وسهرا لتطبيق أوامر وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف الوالي ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المحلية ومصالح الفلاحة وكل مصالح الولاية على اجتماع متمثل في جمع الجنود الجنود تاع الكباش قالك بلي كاع هذا الكهول اللي راكم تشوفوا فيهم هذا الورق وعلامة زاير وتصوير تبون وهذا الاجتماع المكثف لجمع الهيدورات لهي الضر كاش هيدورة طيح يطيحوا معها يرفدوها يحطوها في الكاميو اقتصاد هش يديره كهول لا يملكون افكار لا يملكون اضافه للوطن يخرجون نهار العيد يلايموا جلود هذا هو اقتصاد الجزائر ها والجلود عباد الله الدوله تجمعوا الهيدورة الهيدورة ديال ديك ديال الحولي ماشي حالنا هنا في المغرب تعطيوهم لدوك الناس اللي تيديوهم المصانع ولا هما لا الدولة تدخل في داكشي المعلم ذبحتي الحولي ارا ديك الهيدورة نديوها الكراولي جاي قال لك نجمعو الجلود الهيدورة نديوها للمروك نصيفطوها للمروك انا هادشي علاش قلت لكم الاخوان راه مية في عقل بحال هادو والله ما سيقيل الخبر شنو واقع في بلادو مقابلين غير المروك لايف تيك توك الفيديوهات والله العظيم دابا شوفوا معايا هنايا هنا في الحدود بين الجزائر ومالي شوف شنو واقع الا سولتي قلتي لي شنو فين هنا ما عرفوش شوف شنو واقع شوف حرب ما يدعي عندهم الحرب خسارة الله يرحم والله حرب ولكن الا سولتي يقول لك ما عرفتش ولكن هو ما عرفش هادشي في بلادو واش وقع الملم ما كاينش اللي يقدر يهضر عليه لحد الان تشوفوا نهار العيد اش غيوقع عندنا كرهولي كيقول اجلو وزيد تيسب وتيعيب وحاط شرويطة مورا زعما راه المستوى بزاف بينا وبينكم المهم الاخوان جبنا ليه كرهولي باش يعرف اشنو كاين هادوك الجلود اللي تيهضر عليهم الدولة دايرة ليهم الحل قبل ما تذبح